السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا المدرب، نقولوا الانتقادات ما همش يعني انتقادات، ما هي جريمة، ليست بجريمة. هذه باش يكون على بالكم. حنا قبل لا نبدا، بالك الناس بزاف عيطوا لي قالوا شوبير ما جيت، ما درت الفيديو البارح في وقتهم على القائمه، سمحوا لي مي تكون ما مريضه ما شاء تهدر ربي، والله ما تنجم مي تكون ما مريضه. ما بنادم يولي عندك امك مريضه قدامك ما تنجمش، فهمني، والله يسمحوا لي. هاي الام ها هيا ما تعايروش على بالك، والله العظيم شو نسامح كلش. شتناقشت كاين لي بزاف يعايرني بالشيبانيه برحمه الوالدي، ما تعايروش بالشيبانيه. هادي عايرني انا نورمال، قول لي انت كلب، انت ماشي بنادم، انت منا، والله راني مسامح، نسامح بالخط، انا نسامح بالخط. صح الله يرحم الشباب، ها مرا كيما هذه، مرا كبيرة هي في القرنوشية يا سي محمد، هذه ما هذه، على هذيك مي تكون، على هذيك الناس كاين اللي يقول لك يا ولدي شوبير ما درتش البارح فيديوهات ما شفناكش، الله غالب كانت مريضة، هذا وراي مليحة شوية. نطلب لكم إن شاء الله ربي 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 ادعوا لها بالشفاء. هذا مكان، هذا مكان خاطي. حنا نعاودوا نولوا نتكلموا وين انتقاد المدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ليس جريمة، يعني باش يكون على بالكم. ما هي جريمة؟ أنا كي نهدر نقول باللي المدرب ولا نقول فلان ولا نقول، يا ما هي جريمة، بالك يسقم روحه، بالك أنت تهدر وأنا نهدر. كو هدرنا نهار الأول، نهار بوركينا فاسو ما لعبناش، مش لعبنا أنتو ما لعبتوها، احنا قلنا لكم باللي يا ودي أنا واحد من الناس ربح، درنا ماتشين مع بوركينا فاسو، شنو قلت لكم؟ قلت لكم يا جماعة هذا المستوى غادي نجيبو كوب دافريكو نروحو كوب دي موند، قلت لكم ما شكيتش. يخرجوا هذوك، هذا عدو الجزائر، هذا عدو يخرج ذاك بول الحياة ذاك المخنس يدلهم كيما هكا. لازم بالماضي لازم يشكي، لازم الوزير يشكي ولا يترمى غادي. حاول تشوف باللي عندك معيشرين وذوك المخنثين، ربع 100,000 مخنث تاع الجمعية تاعك دخلت ديريكت عندك، يشوفوك ديجا ما يشوفوكش كاع، يشوفوك المساكين اللي كانوا يقارعوا بالك الماتش يتعاون، تقول لهم باللي شوبير روح اشكي بشوبير، ولا ماجر قلتوا له اشكي، بالماضي قلتوا له اشكي، الوزير قلتوا له اشكي. انا هذه السر تاعي، انا يعني هذا المرأة، شفت هذا المرأة هذه ما هذه، شو السر تاعي وين؟ قوة تاعي، أنا ما عندي حتى قوة. انا ما عندي حتى قوه، انا انسان عادي ما عندي، انا هذه ما هي الفاتحه تاعها، هي سر القوه تاعي، هي اللي مخليتنا احنا حاسبنا قابزين، احنا عايشين دعوه الخير، والله لا عايشين دعوه الخير، على احنا قابزين، على انا شنو نعرف تبون، نعرف شنقريها، ما نعرفه ما يعرفني، حنا دعوه الخير تاع الوالدين، تهلا فيهم بك والله حاجه ما توصلك. البونية مي تجي واصلة عندك توصل حبة تفاح تاكلها، هي بونية وانت تقدر ما تاكلها، هذا مكان تاك حاسب حاجة كبيرة مكان، وهذا صاحبي راك غلط، هذه هي. وين نعاودو نولو نتكلمو انتقادات المدرب يا جماعة، ما هي جريمة، ما هي جريمة، حنا من حقنا نقولو أين هو عوار عدلي أي تنوري، أين هي الحصريات التي فردت بها وسائل الإعلام العالمية، ومن كان وراء تسريبها وما غرضها، أين هو التجديد في المنتخب بعد نكسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون وعدم بلوغ مونديال قطر، أين هو التحضير للاستحقاقات القادمة الهامة، أين هي
أين هو تخطيط للمستقبل والتحضير لكأس العالم 2026 إفريقيا 2025 في حال فازت الجزائر بشرف احتضانها؟ معظم اللاعبين في قائمة سيتقدمون كثيرا في السن خلال تاريخ هاتين المناسبتين. أين هي خليفة هنا نديرو بوان، وين راهي خليفة يعني كوادر المنتخب الذين سيتقاعدون تابعا بعد فترة زمنية قصيرة؟ هل أصبحت سلسلة المباريات من دون هزيمة أفضل وأهم من تحضير منتخب وطني جيد للمستقبل؟ أنا نقول باللي هذا المدرب يشوف راه يشوف روحه، ما راهش يشوف حاجة أخرى، يشوف لازم يربح وصايك، راه يشوف لازم يربح بأي طريقة، لا نربح عقلية تاع ماجر، والله لا عقلية، شو نقول لكم نعاود، والله لا عقلية لا تاع ماجر. والله لا عقلية تاع ماجر، شا يدير؟ ماجر شا كان يدير؟ يلعب مع إفريقيا الوسطى، يلعب منا، يلعب، والله يا جماعة بالماضي، هذه العقلية تاع النتائج الإيجابية حشتها لك الأولى، ما لحقنا على الطليان، ما روحنا كوب دي موند خويا، ما دينا كوب دافريك، شوف ما دينا كوب دافريك، ما روحنا كوب دي موند، ما حطمنا رقم قياسي تاع الطليان، وعاودت راهي عطيتك خمسة، أنا نعطيك مقولة عسكرية لحسن ما علمونا اللي قرينا عندهم دربنا عندهم، يقول لك عندما تجد الطريق طريق جميل، أما الطريق الأشجار العصافير تعصحيق تزقزق وكلش تكون في غابة وتسمع العصافير من كل أنواع والخال والسمش والبرد الحال والظل في غابة، فاحذر الكمين نتا 35 مباراة، والنهار اللي طحت في الكمين خرجوك بلا ريش، ريشوك. إلا أنا تبالي بلي كوت روح أحسن أفضل، مشاني كي نقول لك كيما هاك، ماشي راني كارهك ولا حاجة، بصح راني نقول لك في الحقيقة، لو كان تروح أفضل لك، حفاظ على الشخصية تاعك، هذا مكان. حفاظ على البريق تاعك، هذه خدمه كيما هكا، هذه الخدمه هذه نعطيك كوب دافريك 2024 وتخرج برومي تور هنا في الجزائر، 2024 تخرج هنا برومي تور هنا في الجزائر تخرج، خاطش راك رايح للمرض غير المرض غير هو، وغادي تعاود تولي تمشي معاه، خاطش 2019 شكون نقول لك تنقول لك يا ودي لي عطاك 2019 ما يعطيش واحد كيما بن عمري واحد كيما برحمة الوالدين، ضرب كي واحد جبت ربعة تاع لي غارديا في ثلاثة زوج كيما نقولوا حنا مبولحي 35 الاخر 35 وزغبة وقيلة 32 ولا 33 عام، ها ربعة تاع لي غارديا علاه جبتهم؟ واحد كيما سليماني 34 علاه جبتو بيتحضر به؟ علاش جبتو بيتحضر به؟ يا عباد الله واحد لازم يكون عاقل، انا تقول لي شعيبي، انا قلت لكم بالله ما هدر معاه، اي صار يا وعد الهضره قال لك باللي رسلوا روطار، شكون لي روطار داهم؟ اتحاديه ماشي اتحاديه، راكم غالطين يا جماعه، انا شفت واحد ما يدافع قال لهم لا الروترينا لا لا، راكم غالطين يا جماعه، ماشي الاتحاديه اللي طاهم الاسماء وقال لهم هكذا ميرطار راحت روطار، هذا مكان قلت الحمد لله يا ربي، قلت لكم كاش اللي غادي يجي ما يجوش، وما هدرش معاهم فانيك، ما هدرش معاهم واحد يهدر الصح، ما هدرش معاهم نهضروا الحقيقه، رانا نقول لكم في الصح ما هدرش معاهم، نتحدى اي واحد يقول لك انا هذا راه ولد بلادي، يا هذا راه جاري ولد بلادي، بني عمو داخلين على بالك بلي نسوبيه معاهم، هذا غير سبحان الله، كنت تشوفونا كيفاش عايشين معاهم، بصح انا ما سمحوا لي، انا نبغي لك النصر، انا ولاد عمو يعرفوني بلي نبغي لك النصر، الله غالب، انا هذه هي طبيعتي، انا نهدر له في وجهه، نقول له راك مخسر، ما ماشي هو مخسر نحشي له، لا ما نحشيلوش، غادي نقول له بلي راك مخسر، ما راكش قادر بالطريق الصحيح، هذه هي مثالي كاع، كيما حنا داخلين في حيط نقول له راك مليح، ما نقولوش راك مليح، نقول له جبد راك مديفي اجبد،
ولا مين تركب في التراو وتجي مقلع تعرف روحك بلي راك خاص راك غالط في الطريق، الطريق اللي راك راه انزل بالخف باش ما تطوالش عليك، انزل باش ما تطوالش عليك، هذه هي صاحبي مالك. بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، واللي يمشي معنا ابوني، يدخل معنا ابوني، دائما معكم بجديد ان شاء الله، صحيتكم.